الصغير والكبير، الصغير والكبير. وين من بكري ملي قعدت راسي وانا الحاج الحمد داير معاينا بالدار، احنا بدون كبير الله يرحمها والله يجد لها الرحمه والله يغفر لنا مغفر الذنوب. والحاجه موت الكبير والصغير كل شيء كتبغيه وكنبغيوها والله يرحمها والله يجد لها الرحمه. الله يرحمها والله يجعل سيدي ربي يثبتها السؤال والله يسكنها مقام في الجنه ان شاء الله، وارحم جميع الاموات وارحم وليد هادي ريسك بحال خويا عزيز عليا مسكين الله يرحمه. وبقات فيا بزاف، انا سمعتها على الصباح يعني تألمت. ملي سمعتيها الحاج جابتي راه اشاعه بحال الاشاعات اللي كيطلقوا ديما يسحب لي زعما. ولكن البارح هضرت مع بنت ولدها وولد ولدها، هاكا نهضر معاهم في التليفون قالوا لي شويه هي فاش ردت عليك هي فاش تعيط ويلي كنعرف انا النهار عقلت الحاجه راه كنسمعوا الحاجه فنانه وحنينه مسكينه الله يرحمها وكريمه كل شيء فيها. والله العظيم الحمد لله الله يولي ربي هاد الاولاد تما مربيه بزاف بزاف مربيه مسكينه الحاجه الحمداويه الله يولي برحمه الله العملاقه من العمالقه ديال الفن المغربي اللي عطاو الكثير وتا الاواخر ديال الحياه ديالهم هما كيعطيو كتعتبر من رائده من رواد الفن الشعبي التراثي المغربي وصلات بالفن الشعبي للعالم العربي حيت ما كاينش شي واحد في المغرب ولا في العالم العربي والعالم الافريقي ما كيعرفش الحاجه الحمداويه الله يولي برحمه الله. كان مثال كانت مثال الله يرحمها الخير وكانت مزيانه وكانت كتعامل مزيان لا مع الناس اللي قراب ليها لا مع الناس اللي بعاد ليها. خدمنا معها خدمات كثيره في عدد كبير من المنتديات والمهرجانات والحفلات ما شفنا منها غير الخير. واللي اللي جاني غريب وغريب بزاف هو الغياب ديال الفنانين. ما عرفتش واش هذا الشيء كيراجع الحاله الصحيه اللي اختي علامات استفهام كبيره علامات استفهام كبيره. ما انا شخصيا ما حيت كانت عزيزه على الناس كانت عزيزه على الفنانين كانت عندها علاقه طيبه. انا حالي انا بشخصي كنطرف كنطرع علامه استفهام كبيره اللي ما خلاتش الفنانين يكونوا حاضرين وراه عطاو التصريحات ديالهم عن بعد ما ولكن الحاجه الحمد لله كهرم كعملاقه من العمالقه ديال الرواد وديال الفن الشعبي كانوا خصهم يكونوا حاضرين وللاسف الشديد. واللي كنتمناه هو ان الفنانين اللي كاينين دابا الفنانين اللي حاضرين واللي صاعدين ياخذوا الحاجه كقدوه لا من ناحيه الاعمال الفنيه ديالها لا من ناحيه التصرفات ديالها باش يبقى الفن والتراث الشعبي المغربي محافظ على المكانه ديالو في الوسط العربي والوسط الافريقي. والله يرحمها الله يوليها برحمه الله انا لله وانا اليه راجعون. انا سبق لي اشتغلت واحد العام مع الحاجه الحمداويه كنبغي نعزي العائله الكبيره والصغيره ديال الحاج الحمداوي اللي عطات الكثير وكنشكروا فاطمه الزهراء وقناه شوف تي في اللي تتكلم الصباح كدير التغطيه كنشكروا المنابر الاعلاميه اللي حضرت في هذا الصباح والقنوات التلفزيه والفنانين والاصدقاء ديالو الجيران ديالها كما قلت يا فاطمه الزهراء. احنا في كوفيد 19 والله يرحم الحاجه الحمداويه ومحبوبه عند الكبير والصغير وكنشوفوا الناس كل شيء. جاءنا من اقليم سليمان سقط الاخبار قال لي الاخ عبد الجليل وجيت كنجري لان هذيك السيده عطات الكثير ومن حقنا نحضروا لان هذيك الفنانه عطات وعشرت اجيال من الماضي والحاضر والمستقبل ولكن الاغاني ديالها معروفه عند الكبير والصغير. ملي كنقولوا الحاجه الحمداويه كنقولوا عده اغاني الاغاني الكثيره عطات رسائل في المقاومه وبقى الان الاغاني ديالها كيغنيها الكبير والصغير. والله يرحم الفنانه الحاجه الحمداويه اللي عطات الكثير وتعازينا حاره الى العائله الكبيره والصغيره. الحاجه الحمداويه انا في الاستوديو كنت كنسجل معها انسانه متواضعه انسانه طيبه ما كتحش بانك راه كتسجل مع واحد زعما انسانه كتبغي الشعب انسانه ترك معك في الطاكسي وتاكل معك في عادي لان انسانه ما فيها لا بروتوكول لا والو. والحاجه الحمداوي تستحق الكثير عطات الكثير في المجال الفني ودائما خصنا نتذكروها وخصها واحد صراحة مستقبل دار واحد التكريم في المستوى ديالها ولا شي مركب ثقافي يكون اسم ديال الحاجه الحمداويه لان من الفنانات اللي عطاو في الساحه الفنيه لان الفنان جندي وسط الوطن. سنبقى دائما جنود بصفتي كفنان الفاعل الجمعوي ندافع عن الوطن ديالنا بالفن ديالنا وكل واحد عنده دور لا الفنان لا الفاعل الجمعوي لا الاعلامي لا الرياضي.